حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. فاطمة عمارة. الزوجة التقليدية لفنان الشعب والصديقة المرحة الدلوعة هي أشهر ما قدمتها الفنانة المعتزلة فاطمة عمارة. بصمتها الفنية واضحة وقليلة، ولو كانت استمرت في الفن لتركت بصمات أكثر وشهرة أكبر. ففي فترة قليلة استطاعت أن تقف أمام نجوم كبار وتحقق نجاحا معقولا. الفنانة فاطمة عمارة، أنتم اليوم على موعد معها ومع تاريخها الفني القصير، ومن خلال حلقة اليوم سنسلط الضوء على شقيقها الفنان الراحل أيضا، وكذلك حياتها بعد اعتزالها. لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. فاطمة عمارة هي زوجة سيد درويش التقليدية في فيلم سيد درويش، وخضر المتشردة في فيلم الأرض، وكامل المرحة صديقة شادية في فيلم أضواء المدينة. رغم أدوارها القليلة لكنها تركت بصمة مميزة في الفن. ولدت فاطمة في 27 من نوفمبر عام 1935. في سنة ميلادها اختلف الجميع، فهناك أقاويل تقول أنها مواليد 1935، وأقاويل أخرى تؤكد أن سنة ميلادها 1945. الفنانة فاطمة عمارة هي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة، والذي حوصل في الأدوار الثانوية. عملت في السينما والمسرح والتلفزيون في الأدوار المساعدة، ولم تقم أبداً بأدوار البطولة، فكل أدوارها مساعدة لكنها اشتهرت بها وحصلت على شهرة كبيرة. بدأت أول أدوارها في السينما في فيلم نور الليل بدور ممرضة. من أبرز أعمالها هي والرجال، ثلاث لصوص، أنا وابنتي والحب، الناس والنيل، وكان آخر أفلامها بنت اسمها محمود. وشاركت أيضاً في مسرحيات حركة ترقيات، المفتش العام، والدبو. وفي مجال التلفزيون شاركت في مسلسلات عديدة، منها العنكبوت وأبو السبع. بعد أن قدمت 39 عملاً متنوعاً، اعتزلت الفن عام 1978 وهي تشارك في مسرحية كلام فارغ، حيث تزوجت من الإذاعي عباس متولي المذيع بصوت أمريكا، وهاجرت معه إلى أمريكا، ولكنها عادت للفن عام 1984 لتشارك في مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين، ليكون آخر عمل فني لها. وقد صورت بعض حلقات المسلسل في بيتها بأمريكا، لتقرر بعد ذلك الابتعاد نهائياً عن الأضواء. وحالياً تعيش فاطمة مع زوجها وأولادها وأحفادها في ولاية فرجينيا بأمريكا، بعيداً عن الأضواء والشهرة. عزيزي المشاهد، لو لم تعتزل الفنانة فاطمة عمارة، هل كانت ستحقق شهرة ونجاحاً أكبر من شقيقها؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.